يجيلي السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حاجة كده في الهومورك. خلاص افتح لكم بقى الميدتيرم، ميك افيلبل، ميك افيلبل، وتعالى نقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب طبعا اولا تسليم يا جماعه الخميس، احنا المحاضره الجايه الخميس الساعه 11، فالتسليم هيبقى الخميس الساعه 11 ان شاء الله تعالى. مش التسليم يعني التسليم يعني قبل بدء المحاضره تكون رفع كل حاجه اترفعت، يعني تدخل المحاضره وكل حاجه سبميتد ومرفوعه. اوكي يعني بس هاجي حتى يوم الخميس اتشيك معاك ان كل واحد رفع، عشان لو في مشكله بس اقول لك وبعدين نمشي، علشان انا بعد كده باخد وقتي في التصليح. وهو تعال نقرا بقى بسم الله الرحمن الرحيم واحده واحده. طيب اولا انا في هنا كلمه جديده معايا، انا ما اديتهالكوش قبل كده، حاجه اسمها الفرونت اند. الوضع كالتالي يا جماعه، غالبا 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 اللي بيحصل في المشاريع ان احنا بيجي بنسلم حاجتين، حاجه اسمها الفرونت اند وحاجه بنسميها الباك اند. ايه الكلام ده؟ يعني العميل في النهايه بيتعامل مع موقع، الموقع اللي هو عمال يشتغل عليه ده الفرونت اند، لكن في صفحات خاصه بالادمنستريشن، عمال ادخل بقى في كورسات وادخل في مش عارف ايه وبتاع، وهو في الاخر بيشوف النتيجه من الموقع. فاكن فعليا بسلم موقعين، موقع للادمنستريتور عمال يدخل فيه والمانجر يدخله فيه، وموقع تاني علشان العملاء يتفرجوا عليه. زي لو دخلت تخيلت امازون مثلا، امازون لما انت بتدخل از يوزر، فانت شايف البرودكت، شايف كل حاجه قدامك والدنيا سليمه وظريفه. في موقع تاني باك اند ده معمول للادمنستريتورز ان هم يرفعوا المنتجات دي. احيانا بنعمل موقع واحد او ابلكيشن واحد فيه الاثنين مع بعض، وفي بس لينك للادمن يدخل بيها على الصفحات بتاعته، واحيانا كتير بنفصلهم، يبقى ده ابلكيشن وده ابلكيشن، وفي الاخر الاثنين بيسمعوا في نفس قاعه البيانات، واحد بيكتب والتاني عمال يقرا ويعدل وكده. ففي الاخر في عندي حاجه اسمها الفرونت اند اللي بيشوفها اليوزرز، وفي الباك اند بتاع الادمنستريتور، بس ده في معظم الاحوال يعني، عشان بس الكلمه ما تبقاش ايه، يبقى انت كده عارف لما حد يقول لك فرونت اند وباك اند انت فاهم ايه الدنيا يعني. جميل جدا. بيقول لك نافيجيت تو ذا السايت العجيب ده، تعالى كده تعالى نافيجيت كده مع بعض نشوف ايه المطلوب. موقع ده اسمه bootstrapmade.com. طيب اللي بيحصل كالتالي في مشروع التخرج، في مشاريعك اللي جايه، مهما تكون انت شاطر كديفلوبر، انت شاطر مفترض في الام في سي، يعني في الجزء بتاع السيرفر، في الجزء الام في سي خدنا تكنولوجيز كتير، خدنا حاجات كتير، دلوقتي المفروض ان عضلاتك لا باس بيها يعني. ولكن لما تيجي بقى النيل داون الموضوع لل HTML5 والبوت ستراب، انا قلت لك ان انت ممكن تاخد كذا وتملي دي من هنا، ده دايما انا شغال فيه على طول. بس الاحلى ان يفترض ان انت تشتغل في شركه برمجيات مثلا او ففي اداره بقى مخصصه او في تيم مخصوص للديزاين، يديك الديزاين، يقعد مع العميل بيشوف الديزاين الملائم ليه، فيجي هو الراجل الديزاينر يقول لك ده الديزاين اللي احنا عايزينه فبتشتغل عليه. لكن لو انت شغال لوحدك ومفيش الكلام ده، فانا دايما بفضل ان انت ما تبتديش فروم سكراتش، ما تخترعش انت التمبلت بتاعتك، مش هتبقى حلو قوي يعني. ولذلك انا دايما عن نفسي في مشاريعي دايما ببتدي من حيث انتهى الاخرون، بروح واخد تمبلت لطيفه واوريها للعميل، العميل اللي خلاص اساسا يتجنن بيها، او اصلا انا شغلي كديفلوبر بيبتدي من بعد ما يعني ايه، مثلا اديك مثال حاجه زي كده مثلا. شوف ده موقع شكله جميل جدا، هو الموقع ده بيعمل واحد اثنين ثلاثه، العميل عايز يعرض البيانات بتاعته، مقاطع البيانات هنا، ده شغل الام في سي. ولكن انا مش هتعب نفسي في ان انا اصمم الموقع اللي هو الفرونت اند، انا مالي مال الكلام ده، انا خلاص خدت التمبلت وريتها للعميل عجبته، ابتدي بقى شغلي يبتدي من هنا، ان انا اخلي السايت الجميل ده يقرا ويكتب باستخدام الام في سي. فانا قطعت مشوار طويل ملوش لازمه بالنسبه لي، فانا جبت خلاص هو العميل اصلا اللي هو شايف ان كده الوضع جميل والمنظر جميل وكل حاجه، ابتدي بقى انا اكمل.
خلاص تحط الكلام ده، ويا ريت انت حتى في مشروع التخرج تعمل كده، وتكون امين تقول جبت التمبلت دي منين، هقول جبتها من الموقع الفلاني، اخترت التمبلت وكملت عليها. ده طبيعي، ده شغل الناس المحترفه يعني على فكره يعني. جميل. فانا اخترت لكم هنا سايت اسمه ريستورانتلي. ريستورانتلي، فانت محتاج ان انت تداونلود السايت ده، تعمله داونلود كده وتنزله، وتنزل البوتستراب فيرجن 4 مش 5، فيرجن 4 نزله عندك. انا انزله معاك. سكرايب مش عارف ايه، جاست داونلود. بس انا بس ايه بفكك الطلاسم عشان تكون عارف احنا ايه الوضع يعني. ماشي اهو. بيست فوك سترايكس هير. كالمعتاد هنا في صفحة الاندكس لما تيجي تفتحها جوجل كروم. يعني منظر فظيع جدا، المنظر فظيع جدا. ده القصد عليه بقى بالفرونت اند. بس انت خلي بالك الفرونت اند ده مفترض في حاجات كتير ستاتيك يعني، لسته زي دي الصوره هتبقى ستاتيك ماشي، لكن الاخبار مثلا هتبقى دايناميك. يعني شوف المنظر، هو اصلا العميل لما يشوف الكلام ده هيتوهم وهيعمل معاك كونتراكت، وهيديك لو مثلا بيدي 3 4000 هيديك انت 10 و15000. ليه؟ لان هو يعني بتاع منظر بس. انت راجل بتاع ام في سي، ان المفروض مجهودك يكون اكبر في انك تحول هذا السايت الاستاتيك لسايت دايناميك بيقرا مقاطع البيانات. ده اللي هممني يعني. بس يعني يا سلام لو الدنيا شكلها ظريف وبتاع. طبعا ايه اللينكه بتاعت الفيديو، محتاج تختار لينكه ثانيه تكون شغاله من اليوتيوب والدنيا ظريفه. خلاص، فده الوضع يا جماعه. ده اول حاجه هتنزل الكلام ده، احنا لسه ايه بوريك بس هتعمل ايه. طيب نكمل. فبيقول لك نزله، نزل الفيرجن. انا عايز ايه المطلوب؟ المطلوب تحويل هذا السايت ال HTML ل MVC project. ازاي؟ شوف انت بقى، اقعد استمتع كده. ازاي تحول لي ده لبروجكت MVC؟ عايز احول ده اللي قدام حضرتك ده، تعالى كده نفصله لبعضه. حول لي ده، هو بس انا عايزه يبقى بروجكت بتاع ام في سي. افتح كده فيجوال ستوديو وشوف هتعمل ايه. خلي بالك هي اصلا دي كلها صفحه واحده. شوف هتعمل الصفحه دي ايه، هتحط ايه في اللي اوت، ايه البتاع. خلي بالك هنا في تحت هنا في جوجل مابس. كده كده ان شاء الله المحاضره الاخيره او قبل الاخيره هناخد جوجل مابس، فتشوف ازاي الكلام ده تقدر تعمله. خلاص، يبقى اول حاجه، اول جزئيه مهمه جدا 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 جدا، انك تحول لي ده لمشروع ام في سي. خلاص، عايزك تفهم تقرا انا بفكر ازاي. انا بفكر، انا جاي لي عميل وعايز شغل معين، ابتديت ادور على تمبلت شكلها مناسب للي هو عايزه، فلقيت دي انسب حاجه بالشكل اللي هو عايزه. خلصنا على كده، عجبك اه شكله جميل وبتاع وهينبسط وينبهر. انا اصلا شغلي لسه ما ابتداش اصلا كراجل ديفلوبر يعني، انا هكمل على ده. طيب نكمل. بعد كده بص بقى، بعد ما تحول ده لام في سي، طبعا في حتت كتير ممكن اشيلها واخليها دايناميك تقرا مقاطع البيانات علشان الوقت 48 ساعه بس. فانا هنجرب حته صغننه خالص. ايه هي؟ في حته عندك هنا اسمها بوك تيبل او احجز ترابيزه. ده مطعم فممكن تحجز ترابيزه. فانا عايز لما يتم الحجز، يتم الحجز من خلال قاعه البيانات في جدول اسمه ريزرفيشن. جدول اسمه ريزرفيشن، صممه بالمنظر اللي تحس ان هو ملائم للحقول اللي موجوده عندك في اللي هتتعرض عندك في الـ في الـ في الفيو او في الـ في الـ في السايت يعني. وبعدين انا عايز اتبعت كونفرميشن ايميل للراجل الكاستمر ده. اوكي، ده شغل بقى الام في سي بتاعنا.
تعالى كده نرجع تاني. بص كل ده هتسيبه ستاتيك زي ما هو. طبعا انت في حاجات كتير ممكن تحب، بس علشان الوقت انا محتاج هنا، لو انت عندك بوك تيبل لو ضغطت هنا ينزلك هنا اهو تحت بوك تيبل، شايف الحته دي؟ انا عايز الحته دي بالذات تبقى دايناميك. فكر بقى كده ايه، شوف الكلام ده يتحول دايناميك ازاي، بحيث ان انا لما اضغط على الزرار ده هدخل الفلات، واضغط على الزرار ده الكلام ده المفروض ان هو يروح في قاعده البيانات، وبعد ما يروح في قاعده البيانات طبعا المفروض ان يبقى في سايت تاني الادمنستريتور يدخل يشوف الجدول ريزرفيشن ده، ويشوف مين الكذا ومين الطلبيات ومين بتاع الكلام ده كله. انا اتغاضيت عنه، انا بحاول ان انا اديك شزارات كده في الميد تيرم افتح دماغك خلاص. فانا عايز البوكا تايتل ده يشتغل ام في سي، بحيث يسجل الحاجه بتاعته في الجدول الريزرفيشن، وبعد كده يروح باعت العميل يقول له ان انت حجزت كذا كذا كونفرميشن ايميل. احنا خدنا الايميل كسيرفيس في الفيريفيكيشن في الاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن، لكن ما خدناش ازاي نستخدمه في اي حته ثانيه في السايت. شوف بقى هتعدل ازاي هذا الاستخدام بحيث يناسبك هنا في الحته دي. انا عايز ناس بتفكر، عايز ناس. عشان كده قلت لك الحفظ هنا مش مفيد. يعني الناس اللي كانت بتحفظ الحفظ مش هيفيدها. انا اديتك التولز واديتك كل حاجه، طوع اللي انا اديته لك علشان تقدر تحل البازل اللغز ده. جميل خلاص، يبقى انت هتحول ده لام في سي بروجكت، والحته بتاعت بوك تيبل دي المفروض ان هي تكتب في جدول الريزرفيشن وتبعت ميل للعميل. طيب بالنسبه للباك اند بقى، ده فرونت اند. باك اند انا طبعا باك اند المفروض يبقى فيه حاجه كتير جدا 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 جدا، انا هاخد بس حته صغننه خالص. في الباك اند اعمل التمبلت العاديه بتاعت الام في سي العاديه بتاعتنا بتاعت البروجكت، يعني هتعمل بروجكت تاني خالص. الباك اند، الباك اند انا مش عايز فيه حاجات كتير، انا كل الموضوع ان انا عايز اعرض الريزرفيشن، تعملها سكافولدنج وتعرضها لقيت الديسبلاي وتقدر وتدريت، بحيث ان انا اقدر اشوف الجدول بتاع الريزرفيشن فقط. اعمل ازاي؟ بالنسبه للديليشن انا عايزه يتم في نفس الصفحه، الحته دي احنا عملناها، الحته دي جزئيه دي استاتيكيه جدا يعني او كلاسيكيه جدا عملناها، فالمفروض ان هي كوبي بيست. يعني الديليشن يتم في نفس الصفحه، وخلي بالك مش اي حد يقدر يلعب في هذا السايت، لازم يكون راجل اوثنتيكيتد، لازم يكون راجل عامل اوثنتيكيشن. اللي عامل اوثنتيكيشن فقط هو اللي يقدر يدخل على هذا السايت. ما قلتلكش اني رول اني بتاع، ما قلتش الكلام ده، بس اهم حاجه يكون اوثنتيكيتد، يعني بيدخل بيوزر نيم وباسورد. يوزر نيم وباسورد، انت ممكن تستخدم نفس اليوزر نيم والباسورد العاديه اللي هو واحد ما يريجستر نفسه ومفيش مشكله، ما عنديش مشاكل يعني. اهم حاجه يبقى راجل اوثنتيكيت خلاص، علشان بس وقتك. طب يبقى اذا ايه المطلوب؟ تاخد السايت تحوله لام في سي. النقطه الثانيه البوك تيبل هتسبمت في جدول الريزرفيشن وتبعت ميل، هتعمل بروجكت تاني بيتعامل مع نفس خط البيانات، البروجكت التاني بتعمل سكافولدنج للريزرفيشن تيبل عشان تقدر تديسبلاي وتقدر وتديليت، والديليشن بيتم في نفس الصفحه ومفيش حد بيدخل عليه الا الاوثنتيكيتد يوزرز فقط. ايه المطلوب؟ الكدليفربل هتسلمني ايه؟ انا عايز بعد ما تخلص الهلومه دي كلها تسجل لنفسك 5 دقائق، تقول لي انا عملت 1 2 3 4 زي ما انا بشرح كده، 5 دقائق عملت التحويل، ادي التحويل، ادي الصفحات اللي انا حولتها، ده كان فكري، ده طريقتي، والداتا بيز هي شكلها عامل في 5 دقائق، لففني في الكود ولففني في المنظر عندك طلع عامل ازاي في 5 دقائق. في حاجات كتير تولز كتير قوي بتسجل، يعني انا بريكومند، انا مش لازم اختار الحاجه اللي تناسبك يعني، ده واحد منهم، ده اللي انا بستخدمه عندي في البيت لما بكون عايز اسجل حاجه في البيت، كنتيجا ناس كتير قوي بتشتغل بيه، هيديك بشهر فري تجربه، يعني ممكن ايه تشتغل بده او باي حاجه ثانيه خلاص. فتسجل 5 دقائق بعد ما اتفضل اتفضل يا جماعه، اسالوا لو حد عايز يسال في النص، لسه ما خلصتش. 5 دقائق ولا عادي اقل؟ اللي نخلص يعني اهم شيء نسمح اقل عادي. ايوه انا بقول في الحدود دي، اقل شويه اكتر شويه براحتك، بس ايه ابقى فاهم يعني. لو بصيت على الفيديو حتى انا مش محتاج ان انا ابص على البروجكت، انت فرجتني على الخارج عامل ازاي، فرجتني انت عملت ايه 1 2 3 4 5 اوكي. طيب الفيديو ده ارفعه لي على اليوتيوب كمان، اعمل نفسك تشانل على اليوتيوب
هيبقى فاضية، ارفع بس فيها الفيديو ده خلاص. بعد كده انا عايز منك التو بروجيكتس اللي هو الفرونت اند والباك اند. خلي بالك ان الكلام واضح، فرونت اند هو نفس البتاع، التغيير الوحيد في الفرونت اند هي البوكاتيبل دي، اللي هي دي الوحيده اللي بتتغير. يعني هتقلب البروجكت كله ام في سي، هتحط جوه عندك في الدوت نت يعني في الام في سي، وبعدين البوكاتيبل دي هتشتغل بحيث ان هي ترمي في الجدول وخلاص على كده. يبقى الفرونت اند كده خلص، الباك اند هتعمل سكافولدنج للجدول، فبقى عندك تو بروجكتس مستقلين، فرونت اند وباك اند. طيب الاثنين دول التو بروجكتس دول مطلوب منك ترفعهم مره على الدرايف بتاعك، يكون عندك على الجيميل او الهوت ميل عندك درايف ترفع فيه التو بروجكتس دول خلاص. وكمان عايزك ترفع التو بروجكتس دول على جيت هاب. انا ممكن ارفع لكم السكول بس بلاش، علشان ممكن ياخد وقت طويل مني، انا عايز اوريك ازاي ارفع. فانا هعمل حاجه صغننه كده بدل في اخر الترم ان شاء الله هرفع لكم السكول، لان هيبقى كبير قوي في مره واحده ارفعه. لكن تعالى اوريك اي حاجه يعني لو انا بروجكت كده فاضي عشان ما يطولش مني. اس في ماشي نيكست. ديمو ببلش على الجيت هاب. طيب كريت طبعا ام في سي طبعا ماشي طبعا نو اوثنتيكيشن بالنسبه لك. طبعا انت لا تقرر الاوثنتيكيشن، لكن انا بالنسبه لي في ده بس ديمو كده منظر، فمش ايه مش محتاج اعمل حاجه. انا بوريك بس ازاي ترفع وخلاص. فانت المفروض ترفع مره على الدرايف التو بروجيكتس مره، وكمان بالفيديو. يعني الفيديو هيترفع على اليوتيوب صحيح، بس ارفعه لي برضو على الدرايف، يبقى درايف واخد كل حاجه عندك، وكمان على الدرايف عندك التو بروجيكتس، وكمان التو بروجيكتس هترفعهم لي على الجيت هاب، بحيث ان انا دايما الحاجه بتاعتك تبقى اكسسبل، اقدر ادخلها من اي حته، يبقى سهل عليا. طيب لو انت بسيط ادي البروجيكتس، لو انت واخد بالك هنا تحت، شايف الحته اللي تحت دي Add to source control. في عندنا حاجة بنسميها الجت. لو انت دي باي ذا واي ما لقيتهاش، اعمل داونلود للجت اللي هو الجي اي تي ده، قول جت داونلود فور ويندوز، بعدين تقفل وتفتح هتلاقيه. بس هو المفروض ان مع 2019 بينزل اوتوماتيك، يعني ايا كان حتى كده او كده في الاخر هيبقى طالع عندك. ده الجت. الجت ده عبارة عن ايه؟ ده سورس كنترول. الكلام ده بقى حلو قوي، لان انتوا هتشتغلوا في مشاريع مش لوحديكوا، او حتى هتشتغل بفكرة السبرنتات، ان انت شويه شويه عمال تكبر البروجكتس. فانت يهمك ان يبقى في فيرجنز، يعني ايه؟ انت من شهر المشروع كان عامل ازاي؟ من اسبوعين كان عامل ازاي؟ يبقى عندك سيكونس الدنيا ماشيه عامله ازاي؟ ده اسمه الفيرجن. بتعمل فيرجننج للايه؟ للسوفت وير بتاعك. فكل شويه بتحتفظ بالكود بتاعك في حته اسمها السورس كنترول، حته كده ريبوزيتوري كده او حته صندوق بتحط فيه، وهو عمال يسيف معاك. انت كل شويه تقول له تشيك ان تشيك ان، يعني خد اللي انا عملته ده حطه عندك، بعدين تشيك ان تاني، وبعدين وهكذا. فانت عندك فيرجن 1 فيرجن 2 فيرجن 3 فيرجن 4. طيب الكلام ده عندك على المكنه، ممكن تروح رافعه على الجيت هاب بقى، تقول له شايف اللي عندي الكود ده، واعمل له ايه؟ ببلش على الجيت هاب. ايه الميزه؟ ان احنا لو احنا كل واحد عندنا في مدينه واحنا شغالين في تيم واحد، اي حد مننا في اي وقت يقدر يدخل ينزل الفيرجن الجديد يشتغل بيه. فظريفه جدا يعني، المفروض الكلام ده تستخدموه في مشاريع التخرج. ات سورس كنترول، فقلت له انا عايز الجت. يبقى الاول انا بعمل ايه؟ بحطه عندي في الجت. طبعا انت مالكش، لو انت مالكش اكونت هتكريت الاكونت على الجيت هاب. تقريبا احنا من ترم الفتح احنا كنا كريتنا، هو خلاص لقط ان انا دكتور مريح كذا كذا كذا، هسميه لك بنفس الاسم، ما عنديش مشكله. بوش يور كود تو جيت هاب، ماشي هحطه لي، هيعرضه لي في الحته دي، او اسميه ديمو هاو تو ببلش كرييت اند بوش. قلت له كرييت وبوش كمان مره واحده، ماشي.
طبعا انت مش هتعمل كده غير ما تخلص البروجكت بتاعك، لما تخلص خالص تروح رافع. انا بس بوريك اكيد انا يعني لعبت وغيرت وعملت وبعدين رحت رافع في الاخر. هنا في الفيو يفترض ان يبقى عندي حاجه اسمها التيم، يعني تيم احنا مجموعه بنشتغل مع بعض، تيم اكسبلورر. المفروض تشوف هنا project creating project project creation successful، وادي عندك no available. هروح هنا للهوم، فين 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 للكونكشنز، على كده manage الكونكشنز، المفروض كونكت تيم مش عارف ايه. ده حاجه تانية، ده اوبشن تاني ان انت ممكن ترفع الازر ديف اوبس، وبرده فري للداتا على فكره مايكروسوفت بتاعها ده، والجيت هاب بتاع مايكروسوفت. انا اخترت الجيت هاب، هو الاشهر لينا يعني، فهو الاشهر. يفترض دلوقتي ان انت لو رحت الناحيه التانية عند الجيت هاب هتلاقيه خلاص اترفع. انا بس مش متاكد الباسورد بتاعتي ايه، هجرب يعني sign in. شايف اهو ديمو هاو تو ببلش على جيت هاب، خلاص وادي السولوشن، وادي كله ايه، كله تمام يعني. خلاص فالدنيا هتعمل كده مرتين علشان ترفع التو بروجكتس بتوعك على الجيت هاب. فدي حاجه من الحاجات اللطيفه فور فري، فليه ان احنا ما نستخدمهاش يعني. طب جميل جدا. ده طبعا لما تخلص خالص، انا بتكلم انت هتسلم ازاي يعني. نرجع تاني خلاص. فانت هترفع الدرايف، كل حاجه بما فيهم الفيديو ترفع على الدرايف، بينما تو بروجكتس هيترفعوا مره على الدرايف وهترفع مره ثانيه على الجيت هاب. اليو ار الز ماست بي ريجسترز على البلاك بورد. دلوقتي انت عندك كذا يو ار ال، عندك يو ار ال للشانل بتاعتك بتاعت اليوتيوب ادخل اتفرج عليه على الفيديو، وعندك يو ار ال بتاع الدرايف اللي افتح الفولدر بتاعك الاقي فيه تو بروجكتس والاقي فيهم برضو الفيديو، وكمان عندك اليو ار ال بتاع الاكونت بتاع الجيت هاب اللي ادخل فيه، او تو يو ار الز، واحد البروجكت الاولاني والتاني البروجكت التاني. المفروض كل الكلام ده لينكات تبعتها لي. هتبعت الكلام ده ازاي؟ لو انت رحت في الهوم ورك، تعالى نرجع كده تاني، هتلاقي هنا في حاجه اسمها اللي هي دي، تشيك كده، في هنا حاجه اسمها ميد تيرم لينكس تحتيه على طول هنا، اضغط كده هقول له ميك افيلبل. اهي في حاجه اسمها ميد، يعني هنا في ميد تيرم وفي ميد تيرم لينكس. اضغط ميد تيرم لينكس، ده اكنه امتحان عادي خالص، كله بيجين اوكي، وهو سؤال واحد بيقول لك ايه، بيقول لك ارفع لي حط لي هنا اليو ار الات كلها بس عشان اعرف ادخل عليه، فاهمين قصدي؟ فانت بعد ما تخلص شغلك كله بتيجي هنا تضغط اكن ده امتحان يعني، طبعا ده امتحان ولا درجات ولا حاجه يعني، تحط اللينكات بتاعتك كلها هنا. فانا هديك الدرجه بناء بعد لما اشوف، هديك على الامتحان ده الدرجه مش على اللينكات، يعني انا دخلت شفت وبصيت على الفيديو وبصيت على كل حاجه، فهروح رافع لك الدرجه بتاعتك فتقدر تشوفها. فلينكاتك هتحطها لي هنا في السؤال ده، اللينكات بتاعتك عشان اقدر ادخل واتفرج على كل حاجه انت عملتها عامله ازاي يعني. تعالى نرجع تاني، نرجع تاني على الترن، نرجع تاني. فانت هترفع كل حاجه في الحته اللي انا وريتها جديد، اللينكات في الاخر. انا عايز على البلاك بورد عايز اللينكات، خلاص في اللينكات فين؟ في الحته في الامتحان اللي انا وريته لك ده. طيب ما تنساش قبل ما ترفع في الجيت هاب وترفع في الدرايف زي ما انا بعمل، ما تنساش انك تشيل، لان انت هتبعت ميل بعد ما تتاكد ان كل حاجه سليمه. ما تنساش تدخل في الويب دوت كونفيج وتشيل اليوزر نيم والباسورد بتاعت الجيميل احسن، الكلام ده يبقى على النت يعني، تمام ازاي؟ اخر ملحوظه، الغش يا جماعه ولد حرام، الغش كمان بيسقط، الاثنين الغش حرام والغش بيسقط، الموضوع مش محتاج يعني. لو تلاحظ الجزء بتاع الام في سي مش كبير في الموضوع يعني،
مجرد اتش تي ام ال هتحوله ام في سي، وعندك جدول بقول لك شغله لي ام في سي بحيث يبعت وتبعت الميل، والناحيه الثانيه هعمل سكافولدنج عشان اشوف والديليشن يبقى في نفس الصفحه. هو ده جزء الام في سي، ده حاجه عبيطه جدا يعني، حاجه عبيطه جدا. فانا بس ديك توليفه عشان احسسك او نبتدي تبتدي بس ايدك تمشي كده شويه، اشوف اصلا مين ليه في الموضوع اصلا ومين اصلا بعيد خالص عن الموضوع. لكن الشغل بقى البروجكت الاساسي هيبقى الفاينل ان شاء الله تعالى. حد عنده اي سؤال؟ اهم حاجه السيكونس ده، انا مسجل انت الكلام ده كله، انا مسجله بحيث ان الدنيا تكون واضحه. اي اسئله يا شباب؟ اتفضل. يا استاذ الحين لو قلت حملت له المكتبتين اللي هي الجي كويري والتوستر، هل هتكون عند المكتبات في البروجكت كامل او في البروجكت اللي سويته من قبل بس يعني ارجع احملها مره ثانيه؟ لا 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 لا، انت لما بتزود بالنوجت يا جماعه انت بتزود في البروجكت فقط الحالي، انت مش بتزود بقى الفيجوال استوديو كله على بعضه، لا ده انت بتزود يعني انت في كل بروجكت تحتاجهم لازم تزودهم. فاهمين قصدي؟ كل بروجكت جديد المكتبات دي كلها لازم ترجع تزودها تاني. اي سؤال تاني يا شباب؟ اهم حاجه السيكونس ده واضح، يعني عايز ايه منك وعايزك تسلم ايه وتسلم ازاي، الكلام ده واضح؟ في حاجه هنا مش باينه، عندك اللينك دي وعندك اللينك دي، هنا في الاخر حط اللينكات تفهم وتعمل كل حاجه وبعدين ترفع. هنا في حاجه مش واضحه؟ اتفضل. بس يا ريت لو تعيد الشرح حق التيبل اللي تبغاها حسين. البوك تيبل هنا دي يا جماعه، احنا قلنا سيبك بقى من ده، ده هي دي دلوقتي. هنا عندك الحته اللي انا كلها استاتيك، المفروض واحده واحده كنا نقنق فيه وبتاع، مفيش بقى وقت للكلام ده كله، هو بتاع ظريف وهو شكله جميل. انا عايز بوك تيبل، عايز الحته دي تبقى دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ انا عايز لما املى هنا واضغط الكلام ده كله يروح جوه قاعده البيانات في جدول اسمه ريزرفيشن. خلاص دي نقطه. النقطه الثانيه وبعد كده يتبعت ميل للعم، اهو في ميل هنا اهو، يتبعت الميل اللي اتكتب ده يتبعت له كونفرميشن، يقول له انت تم، انت حجزت مع المطعم الفلاني الفلاني كذا 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 بكل التفاصيل اللي هنا، يتبعت بيها كونفرميشن. الكلام ده احنا خدنا بقى طريقه البعثان خدناها، انت محتاج تأيفها بحيث تمشي هنا، تمشي معاك هنا. دي نقطة. النقطة الأخيرة، محتاج تعمل بقى أبلكيشن تاني منفصل عن الفرونت إند اللي هو الباك إند، تعمل فيه سكافولدنج للجدول ده بتاع ريزرفيشنز بحيث إنها كلها تتعرض قدامي. لما اضغط زرار الديليت يدلت في نفس الصفحه بس، يبقى انت كده خلصت. بعد كده هتسيف الفيديو وتسيف وترفع الكلام ده على الدرايف بالتو بروجكتس، وترفع التو بروجكتس على الجيت هاب، وكل سنه وانت طيب خلصت. وطبعا تبعت لي واللينكات ترفعها في الامتحان. اي سؤال تاني؟ اي اسئله تاني؟ اسالوا يا جماعه، انا كلم افتح المايك يا استاذ. لو بس تعلمنا الطريقه كيف نبعت اللينكات بس تاني. اللينك بص يا جماعه، انت كده فهمت المطلوب. تحت هنا ده الامتحان اهو، ده الامتحان اهو، الميد تيرم لينكس، اضغط كده عليه. لما تضغط عليه ده امتحان، اعمل كونتينيو. ده السؤال الاولاني اهو، هو مفيش الا سؤال واحد، حط هنا اللينكات بتاعتك. انت عندك اربع لينكات، خمس لينكات، 10 لينكات، حطها هنا. لينكاتك كلها حطها لي هنا، واعمل اخر سبمنت، هتوصل لي زي اي امتحان، هتوصل لي بقى اللينكات دي. فانا لما هبص على كل واحده، وافتح امتحان كل واحده ابص على اللينكات بتاعته، ابص انا براحتي، ابص بقى على الفيديوهات، ابص على البروجكت الاولاني، البروجكت الثاني كده. ده اللي هممني، ده اللي يهمني. ها تفضل. ممكن ترجع استاذ للأسئلة؟ حاضر. ممكن تعيد شرح نقطة واحد دي؟ هتنزل ده منين لو البتاع ده؟ لا مو التنزيل، اللي هو سالفة HTML ل CSS، كيف تحولها؟ أيوة. ايه انت بقى، هي ده هي دي الفكره، هي دي ده التركه كلها، ده الفن بقى كله. لان ده طبيعي ان الراجل الديزاينر اوكي خلاص وصلت. يعني هي الفكره كلها ايه؟ فين الخدعه؟
ان انت الراجل الديزاينر انت بقى شغال غالبا مع حد ديزاينر. الديزاينر بيديك HTML او بيديك صوره للموقع وانت تبتدي تقطعها وبتاع وتحولها ل HTML، بعدين تاخد ال HTML ده تحطه عندك بطريقه ما، هتحطه عندك في الام في سي كلاي اوت او او او. فانا دلوقتي بديك ال HTML بقول لك لو سمحت الكلام ده انا عايز احوله لام في سي، هتحطه بقى في اللاي اوت، هتحطه في صفحه هوم كنترولر، مع وريني هتعمل في الاخر نفس المنظر ده انا عايز اشوفه جوه الام في سي. بس وريني بقى نعم يعني تبغانا نبحث عنه؟ الموضوع مش محتاج بحث اصلا يعني. ايه البحث في كده؟ الموضوع محتاج واحد بيفكر. ايه البحث في كده؟ ايه البحث؟ انت مش محتاج، مفيش نقطه هنا محتاجه بحث اصلا يعني. ايه البحث في كده؟ عندك صفحه حطها لي في اليو في سي، هتحطها ازاي؟ الموضوع مش صعب قوي يعني. عايز ناس بتفكر، ناس بقى بتفكر، لان هو خلي بالك ان انت غالبا وخلي بالك كمان في مشروع التخرج نفس الفكره يعني. انا يعني متحمس جدا ان انت ما تعملش التمبلت بايديك بتاعت ال HTML، ده كلام فاضي. انت بتجيب حاجه كده حلوه ملائمه للي انت عايزه وخلاص، وبتقول والله السورس بتاعها والموقع الفلاني وخلاص على كده يعني. اتفضل كمل اي اسئله تاني. الداتابيس يعني ما تبغى فيها شيء واحد اللي هو التيبل، جدول واحد فقط. طبعا معاه كمان الجداول بتاعت الايه، بتاعت الايدنتيتي، وكان الجدول الاساسي بتاع البيزنس الوحيد باعتبار ريكويرمنت بسيط جدا، ما فيش الا الجدول ايه الريزرفيشن فقط. يبقى ريزرفيشن ومعاه بقيه الجداول بتاعت الايدنتيتي، المفروض كل ده يشاور على نفس قاعده البيانات. اتفضل. الحين اللي هو البروجكت الثاني اللي فيه داتابيس، هل هي تختلف عن الاول يعني لما اسوي ديليت؟ ثانيه واحده. لا 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 ثانيه واحده، في الاثنين فيهم داتابيس يا شباب. واحد بيكتب في داتابيس، ما هو الفرونت اند ده ستاتيك، لازم لما في ضغط الزرار هيكتب في قاعده البيانات فهو في داتابيس. والبروجكت الثاني هيقرا من قاعده البيانات وهيتلف من قاعده البيانات فهو في داتابيس. الاثنين بيشاوروا على ناس، ان ممكن اعمل مليار مشروع بيشاوروا على ناس قاعده البيانات، ايه المشكله؟ وده الفكره، فرونت اند باك اند، عندك تو بروجكتس منفصلين لكن الاثنين بيشاوروا على نفس قاعده البيانات. الاولاني بيكتب بيزود سجل في ريزرفيشن وبيبعت ميل، الثاني بيقرا الجدول ده بيعمل معموله سكافولدنج بيعرضه لك في صفحه بحيث تقدر تدلت واقدر ان انا اعمل ايديت، اقدر اعمل ايديت او اعمل ما المفروض ان انا ما اقدرش اكاريت. فمن الذكاء ان في البروجكت الثاني بتاع الادمنستريتور تشيل الاوبشن ان هو يكاريت ريزرفيشنز او ما يكاريتش، اللي بيكاريت الفرونت اند. فمش منطقي اصلا يبقى في زرار للكارياته في البروجكت الثاني. البروجكت الثاني لا اما ايديت لو احتجت ايديت، بس انا ما جبت سيره الكلام ده بس علشان انا قايل لك اعمل سكافولدنج وحته الديليشن، والديليشن بتتم في نفس الصفحه عشان اتاكد ان انت الحته دي محفوره في دماغك. سؤال تاني. ما فهمت يا صادق. نعم ما فهمت، كيف تبغاني يعني نسوي مشروعين في داتابيس واحده؟ ايه المشكله؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ هو يعني ايه داتابيس؟ مش انت بتيجي هنا في السكول؟ ما فهمتش ايه هو يعني ايه داتابيز؟ مش انت بتيجي هنا زي السكول؟ بتروح رايح في الويب دوت كونفيج وبتلعب هنا في الكونكشن عشان تقرا من داتابيز معينه، صح ولا غلط؟ صح. في مانع ان انا اعمل بروجكت تاني يقرا من نفس قاعدة البيانات؟ هتضرب يعني؟ مش هيضرب ولا حاجة. فالاثنين بيقروا نفس الكونكشن سترينج، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ أنا بس فصلتهم، واحد فرونت اند والتاني باك اند بس، لكن الاثنين بيقروا بيتعاملوا مع نفس قاعدة البيانات عادي يعني، ايه المشكلة؟ يعني تو بروجكتس الاثنين
نفس المصير قاعدة بنات هو قابلت واحدة موجودة هنا وموجودة هنا. الأولاني الفرونت اند اللي أنا وريته لحضرتك ده هيزيد عليه إن الجدول ال HTML ده هيتحول لجدول كفيو عندك تضغط على الزرار يروح يزود سجل ويبعث ميل بس تقفل تروح فاتح البروجكت الثاني هتاخد الجدول كله على بعض ريزرفيشنز تعمله سكافولدينج هو نفس خط البيانات تعمل سكافولدينج بحيث ان يقدر يتفرج على الريزرفيشنز دي او يلغيها بحيث الديليشن يبقى في نفس الصفحه بس ده اللي انا طالبه يا كمان ببساطه شديده يعني اي سؤال اي سؤال عشان انا ماشي فعندك سؤال اسال لو في اي اسئله في حاجه مش واضحه اسال يا استاذ الحين لو خليته مثلا يدخل عن طريق الايميل هل هيكون مثلا هو الادمن ويقدر يمسحه ويضيف او لازم انه هو يسمي يكون في البروجكت الثاني لا ثواني يعني ايه تدخله عن طريق الايميل الاول الفرونت اند اي حد يدخل ما فيش اوثنتيكيشن اصلا البروجكت الاولاني مفيش هل الفرونت اند اللي انا وريته لك فيه اوثنتيكيشن لا لا ما فيهوش ملوش علاقه الاوثنتيكيشن ده فين في البروجكت الثاني اللي المفروض مين بس اللي يدخل الراجل الادمنستريتور صح صح تعرف انا مكانك اعمل ايه لو مكانك علامه الريجستر دي اشيلها خالص ليه لان انت كده هتيجي في البروجكت الثاني هتشغل الكود اللي بيدخل الرولز وبيدخل معاه الاكونت بتاع الادمنستريتور كل سنه وانت طيب انا مش محتاج تسجيل ثاني او راجل ادمنستريتور واحد اللي بيدخل وخلاص ليه عشان تجرب بس ان هو بيقدر ان هو ايه يدخل وهو الوحيد اللي يدخل اي حد ثاني مش يدخل لان مش اي حد ثاني مش هيبقى كده وخلاص خلصت اللعبه على كده ببساطه اوكي شكرا يا استاذ باينه كده يا جماعه فكرة ازاي ان انت يكون عندك requirements باقل مجهود تقدر توصل للنتيجة اللي انت عايزها اسألوا يا جماعة يعني استاذ المشروع الاول لما جي كاريت خليه نو authenticated مش محتاج authentication اصلا خالص مش محتاج authentication المشروع الثاني محتاج فيه ايوه المشروع الثاني محتاج authentication هو بس وشيل منه ريجستريشن اصلا يعني اللينك ليه لان هو انت كده هتعمل انا مش عايز بس غير الادمن اللي يشتغل فانا كده اوتوماتيك الكود عندك هتشغله في البروجكت الثاني بحيث ان يعمل رولز ويعمل اكونت للادمنستريتور وتشتغل بيه وخلصنا على كده يعني كافي بس والله خلاص حاجه بسيطه يعني انا بس انا عايز حاجه امشي بيها ايه نشوف بقى النتيجه بس ما انت لازم في لوجن ليه ما هو اي حد يدخل ما لازم يكون اوثنتيكيتد بتكلم على البروجكت الثاني ما هو مين اللي هيتفرج الراجل الاوثنتيكيتد فهو لازم في لوجن لكن شيل الريجستريشن ما اللي هو اللينك بتاع الريجستريشن لا ما خلاص هو خلاص او اول ما البروجكت بيقوم بيقوم معاه اكونت الادمنستريتور هيدخل بيه وخلصنا على كده بس محتاج طبعا يلوجن عشان يدخل فقط الكلام ده كله احنا كله واخدينه الكلام ده عبيط على فكره ده بروجكت عبيط عبيط جدا يعني انا بس يعني بقى ايه عايز واحده كده بدخلك الدنيا عامله ازاي يعني لما يجي عميل هيكلمك هيقول لك انا عايز 1 2 3 زي ما اللي انت شايف كده حاجات كلها بسيطه وانا اتعمدت اقلل جرعه الام في سي مش كتير قوي لان فعليا هتلاقي في الحياه ان انت مش كل حاجه انت عارفها بتطلب يعني هحاول بقى الجرعة دي ازودها بكثافة شديدة جدا في الفاينل يعني لكن انا دلوقتي انا بقول يعني ده حاجة عملية فعلا الدنيا هتبقى تمشي معاك كده هتلاقي الـ MVC حتة بس ان انت بتقرا قاعة البيانات وتستعمل قاعة البيانات غير كده HTML وجافا سكريبت وبتاع كلام لطيف يعني اي سؤال حد عنده اي سؤال قبل ما امشي قبل ما ادخل القاعة المرة الجاية هيكون كله رفع اللينكات بتاعته بحيث انا بس المره الجايه اتشيك معاك ان انا استلمت منكم كلكم بعدين همشي وبعدين اقعد انا بقى ايه اشيك مع نفسي قبل ما اجي المره الجايه لو سمحت تكون رفعت كل لينكاتك اللينكات كلها تكون رفعتها اشيك مع كل ان كله تمام اروح اقفل الامتحان يبقى هي دي اللينكات اللي انا هتست عليها خلاص الغش عقابته هتبقى وخيمه
عقوب يعني احسن لك واكرم لك ما تعملش. لو انت مش عارف ما تعملش اكرم لك، الغش عقوبته هتبقى وخيمة. خلاص يا جماعة باين كده انا عايز ايه؟ تالي كل حاجة واضحة. يلا بالتوفيق يا رب ان شاء الله. اعملوا قصارى جهدكم، عايزك كده انت تستمتع وعايزك تكون فاهم يعني. وريني بقى، وريني بقى شغلك هيبقى عامل ازاي. انا عميل طلبت منك، وريني شغلك. بالتوفيق يا شباب ان شاء الله، اشوفكم المحاضرة اللي جاية. يلا السلام عليكم. تكلم. شكرا مستر. شكرا يا استاذ.